مستمتعين بيه. أهلا بحضراتكم مرة تانية. هذا الجزء أو الحوار الأخير في حلقتنا النهاردة من الأهلي في كل مكان، بيشرفنا بالحضور في الاستوديو واحد من كبار المحبين للنادي الأهلي، من الشخصيات العامة المحبة جدا لهذا النادي العريق والكبير نادي الأهلي المصري، وهو بكتاباته وأعماله الدرامية الكاتب والأديب الكبير والسيناريست الأستاذ براء الخطيب، اللي هنتحدث معه النهاردة في حوار حر ننتقل فيه بحرية كاملة بين الرياضة وكرة القدم على وجه التحديد، وبين الأدب والدراما والأعمال السينمائية والتلفزيونية، وبين عشقه وحبه الكبير لنادي الأهلي ومنظومة الرياضة وكرة القدم في مصر وعالمنا العربي بشكل عام. أستاذ براء الخطيب، أهلا بحضرتك. أهلا بيك. سعيد جدا بوجودك معنا النهاردة. أهلا بيك. أنا اللي سعيد جدا أن أنا في قناة الأهلي، وإحنا دايما بنسعد بنجومنا وكل المحبين من مختلف المجالات والرموز الناجحة والمضيئة في كل مجالات العمل في مصر وفي عالمنا العربي أنهم يكونوا جزء من نجاح قناة الأهلي بوجودهم معنا على الشاشة دائما. أشكرك، أنتوا سبب نجاح قناة الأهلي، وقناة الأهلي طول عمرها يعني هي جت في فترة كده وأصابتنا بغصة غير عادية، لكن استردت جسدها تاني واستردت روحها تاني، والحقيقة رجعت لنا الروح تاني اللي هي خاصة بروح الأهلي نفسه وروح الفانيلا الحمراء. ولسه القادم افضل ان شاء الله، إن شاء الله. ده في تاكيدات على ده اكيد حضرتك من المتابعين ومن القريبين من كل الامور المتعلقه برؤيه مجلس الاداره والمسؤولين والقائمين على الامور الخاصه بالنادي، ومنها اعلام النادي الاهلي وقناه الاهلي، في اتجاه كبير للاستثمار بالشكل الامثل في القناه وللنهوض بها اقتصاديا واستثماريا واعلاميا كمان. المحتوى شيء جميل ورائع الحقيقه. استاذ براء، هبدا مع حضرتك بالمقالات الجميله اللي بتكتب في الفتره دي على صفحات مجله الاهلي. ايه العلاقه بين الاديب السيناريست هذا الرجل المتخصص في تقديم اعمال تلفزيونيه ودراميه اكثر من رائعه، وبين الكتابه في الرياضه وهذا الميل الكبير لكره القدم والاهتمام بها؟ الرياضه وتحديدا كره القدم والفن والادب كلهم يرتبطوا بالفلسفة، وأنا دارس فلسفة. الفلسفة بمعنى إيه؟ بمعنى الوصول لأفكار عقلانية لخدمة البيئة، لخدمة المجتمع، لخدمة بالتالي لخدمة البشرية. يعني مفهوم الفلسفة إن هي حب الحكمة. حب الحكمة دي بتخلي الفيلسوف يرى الواقع ورؤية خاصة جدا ورؤية صحيحة جدا، بيدرك العلاقات اللي في الواقع، يشير على البشر في هذه المنطقة بفكرة تساعد على تطوير هذا الواقع، ويرى في هذا الواقع ما قد لا يراه آخرون. بالتأكيد ده الفيلسوف. لكن في حاجة اسمها في مفكر، المفكر اللي بياخد فكرة الفيلسوف ويطورها، ياخد فكرة الفلاسفة، أفكار الفلاسفة، ويتمثلها أي يهضمها ويخرجها للناس بفكرة جديدة. دي تنطبق على أي مدير كورة مثلا، مدرب فني. يعني مثلا أضرب لك مثلا دي عشان نقربها الكورة بالنسبة. طيب عشان نوضح أكتر للسادة المشاهدين، أولا المعلومة اللي أنا قلتها في التقديم سليمة، الكتاب اللي حضرتك بتعمل على خروجه للنور قريبا اسمه كرة القدم والفلسفة. أيوه. ولا الفلسفة كرة القدم؟ يعني ده يعني هو الأمرين، ده جوهر الكتاب. طيب والخط الرئيسي أو الثيم، المين ثيم للكتاب ده إيه؟ موضوعه الرئيسي، فكرته الرئيسية، كيف طورت الفلسفة كرة القدم؟ كيف طورت الفلسفة كرة القدم؟ يعني أنت مثلا في بحاول التقريب، لما تقول خير وسيلة للهجوم هي الدفاع، خير وسيلة للدفاع هي الهجوم، وخير وسيلة وتعكس المقولة أيضا، خير وسيلة للدفاع هي الهجوم، وخير وسيلة للهجوم هي الدفاع، إنك تبدأ الهجوم من دفاعك. دي مقولة فلسفية. أنا هاخد من كلام حضرتك وهبدأ اللقاء الجميل مع حضرتك بهذا التقرير، ونرجع نستمع إلى رؤيتك للإجابة عن هذا السؤال، كيف طورت الفلسفة أو ما علاقة الفلسفة بكرة القدم حسب رؤية كاتبنا الكبير الأستاذ براء الخطيب. شوف مع حضراتكم هذا التقرير. الأهلاوية كتير بالملايين، منهم الكاتب والأديب، المهندس والطبيب، المعلم والطالب، العامل والفلاح،
المجتهد اللي كل حياته كفاح، فيهم العاشق الهيمان والمحب الولهان، فيهم من كل الأطياف والأصناف، هم كل المجتمع. بينهم اختلافات كتيرة، لكن حب الأهل جمعهم، عشق اللون الأحمر قربهم. يختلفون في أشياء، لكن يبقى الأهل عندهم فوق كل الأشياء. الأهل في دمنا كلنا، الأهل فريق كبير وفوق الجميع. الأهل حتى منهم، ساكن في قلوبهم، معشش داخل أرواحهم. حتى إن بعضهم بيهتف لما بطل أشجع هكون ميت أكيد. ربطوا الأهل بحياتهم. ياه، هو الأهل غالي قوي كده؟ طبعا غالي. ليه؟ لأنه الفرحة، الانتصار، هو الإعصار. لأنه كمان بيغير حياة الإنسان، بيلزمه بقيم وأخلاق ومبادئ من زمان. الأهل ده في دمنا من زمان، وفعلا يستاهل. الأهلي عند الأهلوية ما يقبلش الاسم على اتنين، ما يقبلش المساومة أو المقايضة. الأهلي عند كل أهلاوي في أي مكان هو الماضي، الحاضر والمستقبل. الكل بيهتف يا أهلي يا حبي يا حتة من قلبي. لو لم أكن أهلاوي بدأت أن أكون أهلاوية. الأهلي ده تاريخ، الأهلي ده مصر. النهاردة معانا أهلاوي تقيل، أديب، كاتب، مؤلف، سيناريست، عاشق في محراب الأهلي، واحد أهلاوي بجد، هو الكاتب الكبير براء الخطير، ضيف الأهلي في كل مكان. أستاذ براء الخطيب، هذا التقرير ومحتواه اللي تابعناه مع حضرتك مع مشاهدينا بيفرض عليا أني أنتقل لسؤال مباشر لحضرتك. ماذا يعني بالنسبة لك النادي الأهلي؟ النادي الأهلي بالنسبة لي الفكرة الوطنية الأولى في تاريخ حياتي. أنا أبوي أهلاوي من منطق إيه؟ ودي لها قصة غير عادية يعني. من منطق ان الاهلي اسسه وطنيين، بمعنى ايه؟ يقول لك باسسه بشوات. ايوه، كان في الوقت ده البشوات هم قاده الحركه الوطنيه في مصر ضد الاستعمار الانجليزي، وكانت الانديه للاجانب في الوقت، وكانت الانديه للاجانب. فهو فكره وطنيه، هو اصلا اتخلق بصفته فكره وطنيه. فلما اسسوه المؤسسين العظام الاوائل قال لك نادي للجامعيين. ابويا كان والد الله يرحمه كان طالب، كان في كليه العلوم، في كليه دار العلوم، وكان بيعمل هنا في 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 فرن الرمالي باشا، والرمالي باشا كان اهلاوي. خلص المده وخلص الازهر وخلص ورجع قريتنا اسمها مني الجناد، مركز سوق حاليا كفر الشيخ، كانت الغربيه قبل كده، واشتغل مدرس في 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 القريه. فأختي الكبيرة السيدة وسيمة الخطيب، وسيمة عبد الرؤوف الخطيب، البلد القرية بتاعتنا ما فيهاش غير مدرسة واحدة للبنين. الكلام ده سنة كام يا محمد؟ سنة 50، 1950. فوالدي لازم يدخل، لازم يعلم ولاده، وهي البنت الأولى، طب هيدخلها مدرسة بنين ازاي؟ لازم موافقة وزير المعارف على دخول فتاة مع البنين، مع الصبيان يعني. فكان اياميها وزير المعارف الدكتور طه حسين. فجاء الوالد من الجناح القريه الى القاهره، الى القاهره لمقابله السيد وزير المعارف، واصر على مقابلته. حاولوا يقولوا له يا عم انت بنت عايزه ليه؟ فقال لهم
انا عايزه عشان كذا، فدخلوه فوافق. فقال له بس انا ليا طلب عند معاليك يا فندم. قال له ايه؟ قال له انا دار علوم وعايز ادخل الاهلي. قال له طب ما تروح. قال له مش معترفين بدار العلوم جامعه. قال له لا بس روح يا عبد الرؤوف هيوافقوا عليك. وكتب كده، وكتب له في التاشيره كده. وابويا رجع القريه تاني، والدي رجع القريه تاني. وعدت الايام وراحت الايام، وتزوجت انا من سيده عائل اسره اهلاويه كلها، وعملنا عضويه الاهلي، وبقينا اعضاء في الاهلي. ثم بعد كده انا الوالد بعد هذه الموافقه من وزير المعارف في الوقت ده ما تابعش، لا ما تابعش، كانت المسافه بعيده ومشاغل الحياه كانت كثيره، ولكن ظل اهلاوي يحدثنا كثيرا عن جميع الاباء المؤسسين للاهلي، وحدثنا بفخر. يعني لما تسمعوا مثلا بيتكلم عن احدهم، يعني حضرتك حبيت وعرفت النادي الاهلي قبل ان تدخله وقبل ان تراه خالص من حكايات خالص ده وانا طفل صغير. بعدين اول مباراه اشوفها في حياتي في الملعب كانت الاهلي وبنفيكا. ازاي كانت في اوائل الستينات، كانت 65 تقريبا او 66. كنت انا سقطت بثانويه عامه، فقررت يعني ايه ان انا مثلا اروح اشتغل في مكان، ودي قصه غريبه جدا. فروحت الجمرك عشان اشتغل فيه، فقالوا لي ده في ماتش الاهلي هيلعب مع بنفيكا. فسافر جينا القطر، جمعنا حوالي 68 قرش كانت التذكره، انا وطالب اياميها كان صديقي نجح ودخل كليه الطب، وبعد كده بقى نائب رئيس نادي سموحه الدكتور اسماعيل فايد الله يرحمه، دخل طب اسنان. فجينا انا واسماعيل عشان الدكتور اسماعيل عشان نتفرج على الاهلي وبنفيكا. اتفرجنا على الاهلي وبنفيكا، وتشاء الظروف ان ينتصر الاهلي على بنفيكا. بنفيكا الحاصل على بطوله اوروبا. الاهلي بيلاعب بطل اوروبا، ايامها طبعا ما كانش فيه تلفزيون ولا كان فيه ماتشات بنشوفها، كنا بنسمع في الراديو او نقرا في الصحف بعد كده. طه اسماعيل، الشيخ طه اسماعيل يجيب جون، واللي يجيب الجونين تاني بعد كده مين؟ لاعب بيلعب في اسكندريه استعان به الاهلي اللي هو بدو عبد الفتاح، كان بيلعب في النادي الاولمبي وجاب جونين. ف لا يتصور، الناس مش مصدقه، لا يتصور احد القطار واحنا راجعين فيه، طبعا راجعين درجه ثالثه، واحنا راجعين فيه سواء كانوا الجنود او المواطنين العاديين، لا يوجد الا اسم الاهلي يقال، وهتافات للاهلي. طبعا مش متذكر نوع الهتافات، لكن بس الاحتفال في القطر، كل الناس كلها في حفله، الدنيا كلها. وصلنا اسكندريه طبعا الناس كلها شيء فظيع ان الاهلي تفوق على حامل بطوله اوروبا اللي هو نادي بنفيكا. ده كان اليوم اللي بدات فيه تتعلق وترتبط بالنادي الاهلي بشكل اكبر. اول مباراه يا استاذ محمد اشوفها في الملعب في حياتي، اول مباراه لانديه كبيره يعني. طبعا شفت مباريات انديه عندنا، نادي سبورتنج ونادي الاتحاد ونادي مش عارف بيلعب مع مين ونادي كده يعني، لكن ما ولعبت كوره طبعا، كنت ودي حدوته تانية فظيعه هنتكلم عنها كمان. بس انا عندي سؤال، وسامحني لو كان سؤال سخيف. لا اتفضل. الجمله الاعتراضيه بس ما قدرتش اعديها بتاعت سقطت في ثانويه عامه. أيوة. عاده ليه سبب السؤال؟ انه الكاتب اللي بيجيد اللغه ويقدر يعبر عن افكاره بكلمات وحروف. أيوة. بنلاقيه دايما كانت الدراسه بالنسبه له امر سهل جدا، حتى لو ما بيذاكرش كتير. اقول لك فقليل لما اسمع كلمه زي دي من حد من الشخصيات اللي نجحت في المجال الادبي تحديدا. انا ليا اخ الشهيد اللي اكبر مني على طول، رباح السرشد، في شدوان في حرب الاستنزاف 71، كان ضابط بحري، ضابط مهندس خريج هندسه وكل البحريه، وده كان اخي، كان دخل كليه الهندسه. اختي الكبرى وسيمة اللي حكيت لك عنها ودخلت المدرسه باذن من وزير المعارف، كانت دخلت اداب قسم لغه عربيه. انا ابويا كان عايز يدخلني طب، فدخلت علمي، فدخلني قسم، فدخلني علمي. ولا يستهويك القسم؟ وانا ما اعرفش احسب 10 او 20 كام. ما اعرفش. الحساب كان من اصعب الحاجات بالنسبه لك منذ الصغر. لكن يعني لازم انفذ رغبه والدي، فمن هنا كان تعثري، وكان كرهي للدراسه في الوقت ده، كرهت الدراسه جدا. المهم بعد كده حصلت على الثانويه العامه ادبي بقى. تفهم بقى الوالد وجهه نظرك وانه مش رغبتك الدراسه العلميه. حصلت عليها ادبي ادبي، خدت سنه ثانيه ادبي، ثم ثانويه عامه توجيهي ادبي. وكان ايامينا فيها حاجه اسمها تحسين، تحسن المجموع. يدرسوا لك يا مواد اجتماعيه جغرافيا او تاريخ او فلسفه. فانا اخترت فلسفه.
جبت 52% في المجموع وخدت 5% في الفلسفه، خدت الدرجه الكامله في الفلسفه. 5% اللي هي نسبه الفلسفه من مجموع الكل. دخلتني اداب اسكندريه. ده تعثرت حوالي 3 سنوات بالشكل. أيوة، ده. ايوه 3 سنوات بالظبط. دول في السنه الثانيه اللي انا اشتغلت فيها اللي خدني الاستاذ علي حسن، كان مقاول في الجمرك، مقاول اللي هو مثلا مركب تيجي الجمرك يعمل لها حاجه اسمها رشمه، اي الاخطاء اللي فيها اللي يشيل الحاجات الخارجه عن المركب، يدخل الاكل، يعمل يملى تانك الميه، يغير حاجات كده يعني اعاده التجهيز يعني. فقال لي ايه رايك تشتغل على المركب؟ قلت له والله جميل. فطبعا ابويا مش هيرضى. فقلت خلاص اقول لابويا ان انا هسافر اروح عند خالف طنطا ولا حاجه، ومش يعني واخد التجربه فروح. فعمل لي جواز سفر طالب، كان ايامها ممكن تعمل جواز سفر طالب لمده 3 شهور في الاجازه، وطلعني على مركب كانت من بنما بس بتحمل علم البرتغال. عالم بقى السفر في المرحله دي وفي العمر ده قصه ثانيه. ده غريبه، ده اول رحله غريبه. كنا سنه في اغسطس 66 كانت اتعرفت على البرتو رودريجز، ده في المركب بحار كان جميل جدا، دايما يقول لك اسمه بالكامل لما تيجي تتعرف يقول لك البرتو الفاريزو رودريجز او البرتو رودريجز الفاريز تقريبا يعني الاسم، انما هو الثلاث اسماء في اسمه كده. فروح ده تولاني بقى في بيعلمني يعني بصفتي انا بحار نص بحار يعني، انما هو بحار كامل، فبيعلمني اربط مش عارف ايه ازاي امسح. عرفت حاجات كتير عن الفنيات بتاعه تشغيل المركب جدا. فوصلت المركب الى لشبونه. لشبونه دي شيء ساحر. لشبونه مش على بحر، على نهر، التقاء المحيط الاطلنطي مع نهر اسمه تيجوس، اخر النهر مكان كتير كبير جدا كده، في برج كبير باسمه توري دي بيليم ابيض كده، حاجه برج هائل، اول ما تدخل بالمركب تشوف البرج ده. فالمركب عشان تقعد في كانت جايه من اتينا رايحه برشلونه، رايحه لشبونه. لشبونه عشان ترجع تاني لازم تاخد 15 يوم في المينا. فتولاني البرتو رودريجوز بعنايته وخدني بلدهم عشان انا السرد اصله شيق جدا، فانا بسمع حضرتك ولو كملنا التسلسل بتاع الاحداث هسمع الحكايه ممكن نحتاج 20 ساعه. لا ده انا هحكي لك بس حاجه بسيطه. فانا عايز انتقل تاني لفكره انك لعبت كوره في فتره من الفترات، بس حضرتك كمل. طيب هحكي لك المشهد ده، هحكي لك بس الفتره دي لانها خاصه، كانت البرتغال بيحتفلوا انا تصورت كده يوميها، كانت في كاس العالم وجايه واخده ثالث كاس العالم، وهرس البرازيل وغلب البرازيل، ويوزيبيو كانوا مسمينه النمر الاسود جاب جونين في كاس العالم. انا تصورت والدنيا بقى ايه، مئات الجيتارات، احتفالات في كل حته، مئات الجيتارات الفادو، موسيقى اسمها بيسموها بيقولوا عليها الفادو برتغالي خاصه بالبرتغاليين، ورقص وستات وبنات ورجاله واعلام ومش اعلام. فقلت، قال لي لا ده مش عشان كاس العالم، ده عشان جسر جديد كوبري على النهر ينزل، والكوبري ده بعد ما تنزل عليه تمشي 500 متر تلاقي نادي بنفيكا. وهو والبرتو ما كانش بيحب نادي بنفيكا وما كانش بيحب الكوره. اكيد عايز تروح نادي بنفيكا. لا انا كنت عايز اشوف الهيصه اللي على الكوبري دي ايه ده. فرحت احتفلت معاهم ورقصت معاهم وشلنا الاعلام معاهم، وافتكرت احتفاليات فوز الاهلي على بنفيكا اكيد. طبعا وقلت البرتو يوميها كنا بنتكلم شويه انجليزي على شويه فرنسي على شويه عربي على شويه اشاره، كنا بنفهم بعض بطريقه ما يعني. كان اميركو كان الرئيس، كان تقريبا اسمه اميركو كان، واللي انا فاكره رئيس الوزراء اسمه سالازار، وكان بيحتفلوا بالناس، وهو اللي جاي يفتتح الجسر ده. الجسر ده طوله 3 كيلو، وكان مش بكاس العالم، كانوا بيحتفلوا بتشييد الجسر ده. ده كنا في اغسطس بدء تشغيله يعني 66. الحكايات كلها جميله استاذ براء، كلها رائعه. ولو
سيبنا يعني خيط الذكريات كده بشكل متواصل، ممكن نحتاج 10 ساعات عشان نسمع الحكايات الجميله دي، بس دايما ببقى في ذهني ان انا ارجع مع حضرتك لارتباطك بالنادي الاهلي وحبك للنادي الاهلي. الفلسفه وكره القدم هرجع تاني اسال حضرتك عنهم، وعايزين اكيد نعرف تجربه انك لعبت كره قدم امتى، نقولها سريعا ونتكلم عن فكره النادي الاهلي وارتباطه بكره القدم بالفلسفه او كره القدم عموما وارتباطه بالفلسفه. لعبت كره في الشارع. كان عندنا شارع كان ترعه اسمه ترعه الفرخه، وحولوه لشارع اسمه شارع قناه السويس اللي هو الطريق الزراعي من الاسكندريه للقاهره. فكنا بنلعب فيه، بقوا بعد كده لواء عبد المنعم مطاوع والمهندس الكيميائي فيصل الخطاب واسماعيل فايد ومحمد حمام، وكنا شله كده بنلعب كره قدم بالشارع. كان ليا صديق محترف كره بيلعب في نادي كبير كان اسمه حسن عرابي، كان حارس بتاع الاتحاد. وكان اللي عرفه محمد حمام المغني اللي سافر ولا حد تاني؟ لا حد تاني. وكان لنا صديق معايا اللي عرفني بعرابي اسمه، ما اعرفش اذا كان عايش ولا ميت دلوقتي، اسمه مصطفى حجر. فعرابي اقترح عليا قال لي ما تيجي تلعب يشوفوك في الاتحاد. فروحت الاتحاد عشان يشوفوني، فعملوا تقسيمه فنزلت العب. كان زمان ما فيش حكايه الايه ال 4 2 4 ودي هنتكلم فيها. كان باك شمال باك يمين باك ليفت وباك رايت وسنتر هاف باك في النص، قدامهم سنتر هاف باك شمال وهاف باك يمين، وبعدين سنتر فورورد انسايد رايت انسايد ليفت وينج رايت وينج ليفت. ادي كان الفريق بيتعمل تقسيم الفريق بيبقى كده. فانا كنت عايز اعمل سنتر فورورد يعني، فقلت لهم انا بلعب سنتر فورورد وكده. فالراجل حاطيني سنتر فورورد، كان مدرب عبقري عظيم اسمه كمال الصباغ. فبنلعب مع فريق بيلعب كوره مع الاتحاد، فتولاني الباك كان اسمه خميس حموده، تولاني الباك بالشتيمه لمده ربع ساعه، شتيمه خارجه. ده من اول ما نزلت؟ من اول ما نزلت تولاني بشتيمه خارجه. فانا قلت هي ما فيش شتيمه مش خارجه لا 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 دي شتيمه، واضح ان كان حاجه يعني شديده قوي يعني. فانا قلت والله الفريق جيت داخل فيه برجليا الاثنين في ركبته وكسرته. فانا ذهني المدرب الكبير كمال الصباغ وشتمني طبعا، قال تعالى يا ابني كذا، وروح يا ابني ربنا يكفينا شرك، امشي من هنا ما تجيش هنا تاني. قضيت تعالى مستقبلك. فقلت خلاص الكوره، انا علاقتي بالكوره انتهت خلاص كلاعب انتهت، حتى ما بقتش العب في الشارع زهقت. صحيح. طب خلينا بعيد عن الملعب والعنف والتكسير ونتكلم في الامور اللي فيها الفكر والثقافه. الفلسفه وكره القدم، المقالات اللي حضرتك كتبتها واشرت فيها لده، وبتتكلم عن الكثير من الامور المرتبطه بهذا الكيان العريق النادي الاهلي وحبك لهذا الكيان، والامور كمان اللي شايفها مرتبطه بالفكر والمنطق والفلسفه في عالم الرياضه. ازاي شايفهم ممكن الفلسفه تلعب دور في النهوض بالرياضه او تطويرها او كره القدم تحديدا؟ كره القدم مش مجرد لعبه، كره القدم شيء ساحر. اللعب نشاط انساني عبقري، اي لعب، فما بالك بلاعب كوره بيرتزق بياكل عيش وبينفق على اسرته واولاده وبيطور حياتهم من كره القدم من لعبته. اذا فلعبه كره القدم دي لعبه مش مجرد لعبه لله، ده عمل وعمل نبيل جدا وعمل شاق جدا. دي كره القدم وتخضع او تحتاج لفيلسوف يراها ويرى تأثيرها في الشعوب ويرى تأثيرها فتطلع مقولات فلسفية في كرة القدم. أنا مش عارف نظرتي فين، كنت عايز أشوف أقول لك. فكرويف لما يجي يقول لك، فكرويف ده الفيلسوف الحقيقي لكرة القدم. ليه؟ ما هو فيه فيلسوف وفيه مفكر وفيه إنسان عادي. إذا طبقت المفهوم ده على الـ على الـ على الـ على نقول يعني إيه فيلسوف؟ فيلسوف هو الذي يخلق فكرة ياخذها المفكرين ويوصلوها للناس فتأثر في المجتمع. زي مثلا طه حسين، ما الشعب المصري مش كله قرا طه حسين، لكن تأثير طه حسين في الشعب المصري تأثير بالغ جدا. طه حسين قرا الفلاسفة وقرا أفكارهم وتمثلها، فقال أفكار ونقلها للعامة، الناس نقلوها العام عنه بقية الناس. فالكورة بنفس هو هنا الدكتور طه حسين حسب كلام حضرتك هو المفكر الذي تأثر بالفلاسفة ونقل فكرهم للرأي العام، وغيره المديرين الفنيين الصغيرين بقى جم نقلوا منه. فكرويف نفس الحكاية، بس كرويف خد فكرة أساسية
كانت موجودة. ايه هي اللي اطلقوا عليها الكرة الشاملة؟ الكرة الشاملة دي كانت عند المجر، اختراع مجري، اياميها كان بوشكاش وهيديكوتي اللي كان هنا، وهيديكوتي بالمناسبة مدير فني عظيم، مش فيلسوف ومش مفكر. الفيلسوف المحلي بالنسبة لنا بايسة، لانه الفيلسوف هو من يخلق فكره جديده. المدربين نقلوها عن التسلسل اللي حصل، التاثر بالفكر الفني والخططي لمستر فايت. ايوه فتعرفنا للفيلسوف في كره القدم هتلاقيه فايسا، مش هتلاقيه هيديكوتي، رغم ان هيديكوتي مدير فني عظيم وفايسا مش مدير فني عظيم. ليه شايف ان ده في فايتسا الوصف ده كفيلسوف بس بلغه كره القدم في فايتسا مش في هيديكوتي؟ لان فايسا اخترع، او بلاش كلمه خلق يا سيدي، صنع فكره جديده اللي هي ال 5 3 2 او 3 5 2 ونقلوها عنه، وجوزيه خد بيها بطولات كتير. فبايتسا بالنسبه لنا مفكر هو، بس جوزيه حولها لحاجه في الوقت ده تالق بيها النادي الاهلي بشكل غير مسبوق، اللي هي 3 4 3 بوجود اربع لاعبين وليبرو واثنين مساكين واثنين وسط مهاجم تحت. لا بعد كده جوزيه طورها، انما ما هي دي الكره الشامله اللي اخترعها كرويف. لكن حضرتك شايف ان هيديكوتي مدير فني عظيم حسب كلامك، لكن لم يقدم فكرا جديدا في كره القدم، بس فيلسوف. هو ادار الامور بشكل جيد. مش فيلسوف، الفيلسوف فايتسا، وما هوش مدير فني عظيم. جوزيه مدير فني عظيم ومفكر، نقل الفكر ده. وهحاول اجي لك للمدربين المصريين برضو. كرويف قال لك الكره الشامله، خد فكره بسيطه عند المجريين اللي خدوا بيها لعبوا بيها في كاس العالم، ولولا التحكيم كانوا خدوا كاس العالم هكذا يقولون يعني. كان ايامها بوشكاش وهيديكوتي ده في الفريق المجري ده. جا كرويف بعد ما كان ولد صغير بشورت بيتهم في وش اياكس، كان يطلع على السور ينط على السور، وانا سمعته بيقول ده في محاضره، ينط على السور عشان يتفرج على نادي اياكس اللعيبه هي بتلعب، وكانوا يطردوه وكان يرجع يتفرج تاني. جا كرويف ولعب بقى في اياكس ولعب وبقى نجم النجوم في هولندا وفي اياكس، وبعد كده بقى المدرب. فاخترع طور فكره الكره الشامله ازاي؟ بقوا يقولوا له يا عم في وينج رايت وينج، ما فيش حاجه اسمها وينج رايت ولا وينج ليفت، في حاجه اسمها منطقه في الملعب يلعب فيها لاعب يتحط تقدر تقول عليه في الوينج رايت، انما مفيش حاجه، مفيش لاعب، مفيش وصف للاعب. لا لان اللاعبين الهولندا اللي قالوا عنهم في الوقت ده الطواحين الهولنديه، فكره الدوران والروتيشن اللي بيحصل بينهم في الملعب طول الوقت، مفيش لاعب اسمه له مركز، انما اللاعيبه كلها بتلعب في جميع المراكز. ده كان كرويف، وقال لك منطقه، في منطقه للدفاع بالنسبه لفريقك يعني، منطقه للدفاع، منطقه لبدايه الهجمه لبناء الهجمه، منطقه للهجوم، اللعيبه كلها تلعب في جميع المناطق. يبقى كنت بتحب منتخب هولندا جدا جدا اكيد جدا. وهقول لك بعد كده ليه حسام البدري انا بعتبره مدرب عبقري. احنا عايزين، انا حضرتك سبقتني بالاشاره للكابتن البدري، اني عايز انقل الكلام ده كله تطبيقه على مستوى وطريقه اداء وشخصيه اداء النادي الاهلي في الملعب حاليا. ايوه. حضرتك شايفها ازاي؟ متأثرة بمين من المدرسة؟ بالنسبه لحسن شحاته. حسن شحاته مدير فني عبقري ومفكر ايضا، لان حسن شحاته خد لعيبه اللي قالوا عليهم، خد لعيبه من جوزيه، لكن اضاف لهم انه يضيف عمرو زكي. دي مش مجرد بيعمل توازن بين الاهلي والزمالك، دي رؤيه. فاضاف لفكر جوزيه، اضاف فكره جديده. هل بتشوف مانويل جوزيه بلغه الكوره فيلسوف زي فايتسا ولا لا؟ فيلسوف بتشوفه مدير فني عظيم. مدير لا ومفكر. مفكر. وحسن شحاته مدير فني عظيم ومفكر. رغم كده ممكن الناس تزعل مني، الجوهري مدير فني عظيم. أعظم من حسن شحاته كمدير فني مثلا، مش أعظم يعني طبعا، محدش هيزعل من حضرتك، الناس بتتفق وتختلف، لكن حسن شحاته مدير فني عظيم ومفكر. حسام البدري اللي يقترب من تجريد، طبعا هو مختلف عن حسن شحاته. حسام البدري أخذ فكرة الكرة الشاملة. حسام البدري مثلا يختار اللاعب أنهي، لاحظها كده يا محمد، اللي بيلعب في أكتر من مركز، وممكن يعير اللاعب اللي ما بيلعبش في اكتر من مركز، رغم ان هو بيبقى لاعب جيد. بيحتاج اللاعب اللي يبقى في الطوارئ موجود في اي مركز تاني بنفس درجه الكفاءه، مش مشكله الطوارئ، انه هيلعب في نفس الماتش في مركز تاني غير المراكز دي. فتلاقي عبد الله السعيد بيلعب ورا المهاجمين، وتلاقيه يرجع تاني مع حسام عاشور او مع عمرو السوليه.
تلاقي جاي بيلعب يمين فجأة يلعب شمال فجأة يرجع. اللي هي التغييرات في سيناريو شكل الفريق خلال المباراة الواحدة. تلاحظ دلوقتي حتى اللاعب اللي لسه داخل أول امبارح النادي الأهلي صلاح محسن، تلاقي صلاح بيشيل الكرة في الدفاع. لذلك رغم أن أنا حزنت أن عماد متعب خرج للإعارة وغضبت قليلا من حسام البدري أنه تساهل مع عماد متعب، لكن عذرته جدا أن عماد مش هيوفر له المسألة دي. فتجاوزت عن غضبي على حسام بالعكس. فهمت فلسفة يعني حضرتك دلوقتي متفهم رؤية الكابتن حسام البدري فنية طبعا، أنه طبيعة اللاعبين والطريقة البدنية والفنية في المواصفات اللي هو حريص على وجودها في الفريق في الفترة، وتلائم تفكيره كمفكر في كرة القدم. مثلا مورينيو مدرب عظيم، مدير فني عظيم، لكن ما هوش مش مفكر ولا فيلسوف. جوارديولا فيلسوف، مشروع فيلسوف، ومدير فني عظيم ومفكر، لكن مشروع فيلسوف ايضا. لكن لما يقول لك جوارديولا عن كرويف ان كرويف بنى المعبد واحنا كلنا جايين نمسح جنبات هذا المعبد ونطور في هذا المعبد. كرويف لما كرويف يقول لك اي لاعب في الملعب الكورة مش هيمسك الكورة أكتر من دقيقتين لتلات دقايق، أحسبها كده؟ فيش لاعب ما فيش لاعب هيمسك الكورة، هيمسك الكورة هتجيله أكتر من دقيقتين أو تلات دقايق إجمالي الوقت اللي هتكون الكورة في قدمه في المباراة، في المباراة كلها مش هتزيد عن دقيقتين أو تلات دقايق، يبقى في المرة الواحدة هيتحرك أو هيتخلص من الكورة في أقل من 10 ثواني يعني. فيبقى قدامك أحسن لاعب الكورة تبقى معاه خمس دقايق، ده كلام كرويف. فيتفضل 85 دقيقة هتعمل فيهم ايه؟ يبقى الاداء الجماعي هنا التيم ورك هنا تبان انت كلاعب. دي فكره، دي فلسفه مالهاش علاقه لها علاقه بالتكنيك. ما انا معاك، لكن دي فلسفه خلق التكنيك. فكره فلسفه خلق التكنيك. من هنا بقول لك ان كرويف فيلسوف. هل الكتاب ده يعني حضرتك اشتغلت على مساحه كبيره منه او ننتظر انه قريبا هيبقى موجود ولا لسه في المراحل الاولى؟ لا اشتغلت على مرحله كويسه، بس الداتا قليله. الداتا قليله يعني لسه عايز اجمع حاجات عن كرويف بالتحديد يعني، رغم ان انا عندي حاجات مش عند حد عن كرويف، عن جوارديولا، عن حسن شحاته، عن حسام بدري، عشان اطبق الكلام اللي بقوله في على مدربين من مدارس مدربين اوروبيه ومن مصر. واللي بقوله لحضرتك ده ينطبق على المحللين وينطبق على الاعلاميين. تقسمهم لاعلامي فيلسوف واعلامي مفكر واعلامي جيد لكن ما هوش. طيب انا عايز اسال حضرتك سؤالين. اتفضل. التقييم او القياس اللي حضرتك بتتكلم عليه على المدربين ده، عايز اسال اسئله سريعه جدا اختتم بيها الحلقه دي. أكبر. مين افضل مدير فني من وجهه نظرك على المستوى العالمي في كل الدول او المنتخبات او الانديه اللي شفتها في العالم؟ نمره واحد كمدير فني الافضل بالنسبه لك؟ جوارديولا. جوارديولا حاليا. قبل كده كان كرويف وكرويف. طيب وعلى مستوى مصر حاليا وقبل كده؟ حسام البدري يتساوى مع حسن شحاته. الافضل في الجيلين دول كمدير فني الكابتن حسام وانهم على درجه واحده. وافضل فريق حاليا ترى فريق الاهلي، فريق على الأهلي. المستوى المحلي فريق الاهلي وقدراته على المستوى المنافسه الافريقيه المتوقعه في البطوله وقدرته على في الفوز باللقب. ما فيش فريق في هيفوز ببطوله افريقيا الا اذا كان يطبق افكار الكره الشامله اللي بيطبقها حسام البدري. ممكن عوامل اخرى تدخل على المساله، والمحكمين ايضا التحكيم ايضا ينطبق على المساله، فيلسوف ومفكر ومحكم جيد وحكم مش جيد، يعني كل ده ينطبق عليه. كان لا حضرتك شايف الاهلي وصل للصوره اللي بتحبها كمشجع، كراجل من المحبين جدا للنادي الاهلي، شايف انه وصل للصوره المتكامله انه عنده العناصر والبدلاء اللي على نفس المستوى وطريقه الاداء وقدرات الجهاز الفني؟ هل شايف الاهلي دلوقتي يقدر يظهر بصوره افضل في البطوله الافريقيه مقارنه بالاعوام اللي فاتت، او فرصه اكبر في الفوز بالبطوله ولا لا؟ بالتاكيد فرصه اكبر من اي علميا يعني، فرصه اكبر للحصول على البطوله باراده النفس اللي احنا بنقوله دايما والناس مش مصدقاه، روح الفانيلا. روح الفانيلا يعني ايه؟ روح الفانيلا دي هي مجموعه الافكار، مجموعه الافكار حتى الفلسفيه والافكار للتطوير اللي خلقها الاهلي كحركه وطنيه. كل الافكار دي بتدخل في 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 بتنصهر في فكره روح الفانيلا الحمراء. ما فيش نادي في العالم عنده هذه الروح خاصه بناديه.
خالص. قول لي نادي رغم انه نادي عظيم، ريال مدريد ده نادي عظيم، برشلونه ده نادي عظيم، لكن بيجمعهم حب النادي، لكن بيجمعهم حب كره القدم نفسه. ما هيش فكره وطنيه، مش خاصه بكاتالونيا وخاصه باسبانيا ببرشلونه، لا مش او بريال مدريد، ما هيش خاصه بيه، خاصه بيهم هم كلاعبين بيدافعوا عن كبريائهم الشخصي. لكن الاهلي فكره وطنيه، الاهلي يدافع عن وطن. اخيرا لان وقتنا انتهى بالفعل، هل حضرتك في اي جمله اخيره حابب تختتم بيها هذا الحوار، او اي فكره ما كانش المجال متسع لذكرها وحضرتك حابب تقولها؟ المجد لشهداء الاهلي، المجد لشهداء الوطن، تحيه لجيشنا العظيم اللي حاليا مش يحمي الوطن فقط، يحمي الوطن العربي كله، ويحمي جزء كبير من البشريه من الدمار والانهيار. وتحية لجيشنا والمجد لشهدائنا. في نهاية هذا الحوار أنا سعيد جدا بوجود حضرتك معنا النهاردة، وإن شاء الله نسعد بتكرار اللقاءات دي في الفترة الجاية، ونشوف كمان نتابع ما ينشر على صفحات مجلة الأهلي من مقالات لكاتبنا الكبير، وأيضا مجهودات هذه الفترة وترجمتها من خلال يعني المحتوى اللي هتصل إليه إن شاء الله في أقرب وقت الخاص بهذا المؤلف أو هذا الكتاب. أشكر حضرتك على وجودك معنا، الكاتب والأديب الكبير والسيناريست الأستاذ براء الخطيب. أشكرك جدا، وأشكر قناة الأهلي وردت للروح لنا قناة الأهلي، كما اللي هي روح الفانيلا الحمراء رجعت لنا تاني. أشكر قناة الأهلي ونشكر المجلس الإدارة. أنا ما فيش أي عداء ولا أي عداوة بيني وبين المجلس القديم السابق، لكن أشكر ما المجلس الحالي الذي أعاد لنا هذه بقيادة المفكر الإداري محمود الخطيب. وحاب أقول لك ليه هو مفكر إداري بعد كده، اذا شاءت الظروف واجتمعنا مع بعض ان شاء الله تتكرر هذه اللقاءات، ويبقى في مجال متسع لان احنا نتعرف على افكار وقراءه حضرتك للمشهد الرياضي والمشهد الكروي بشكل خاص، او في المقام الاول ما يتعلق بالنادي الاهلي ومجلس ادارته الحالي بقياده الكابتن الخطيب، ونسمع اراء حضرتك في كل الاتجاهات. اشكرك يا استاذ محمد. اشكرك جدا الكاتب الكبير الاستاذ براء الخطيب. مشاهدينا وصلنا مع حضراتكم لختام هذا الحوار ونهايه هذه الحلقه من حلقات الاهلي في كل مكان. شكرا لحضراتكم على المتابعه، والى اللقاء.